والآن مشاهدينا في الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو نستعرض سوياً كيف استعادت مصر دورها إقليمياً ودولياً. بالفعل أميرة، فبالتوازي مع إعادة مسار بناء الدولة لمؤسساتها في الداخل حققت الدولة المصرية العديد من النجاحات على الصعيد الخارجي مما مكنها من استعادة دورها دولياً وإقليمياً. فتمثل استعادة دور مصر لدورها الإقليمي والدولي من علامات الجمهورية الجديدة، وذلك بعد مرحلة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسكها في الداخل. الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مشهودا في تنفيذ السياسة الخارجية التي حددت القيادة السياسية ملامحها بوضوح وثقة، والتي ارتكزت على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فعلى الصعيد العربي حرصت مصر على مدار السنوات الماضية على دعم أواصر علاقاتها مع العواصم العربية، وذلك من خلال عشرات الزيارات المتبادلة لدفع العمل العربي المشترك وأيضا الحفاظ على الأمن القومي العربي. البداية من الأزمة الليبية التي لم تأل القاهرة جهدا لإنهائها، حيث تؤكد مصر على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة تحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فدائما تؤكد مصر على موقفها الثابت من القضية لدعم حقوق المشروع للشعب الفلسطيني وتأييد حل الدولتين على حدود عام 67. أيضا أطلقت مصر مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. كما بذلت مصر أيضا جهودا كبيرة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال استضافة اجتماعات المصالحة الفلسطينية واستمرار مساعيها لإعادة إطلاق عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة. من ناحية أخرى، تحرص مصر على تقديم أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق وتنسيق المواقف المختلفة في ظل الروابط العميقة التي تربط بين البلدين وتوحيد الرؤى، خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة. أما عن العلاقات مع دول الخليج العربي، فتعمل مصر على تعزيز التعاون مع دول الخليج وتؤكد دوما على ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومي، وذلك من خلال تعزيز الزيارات الرسمية المتبادلة مع مختلف الدول الخليجية على مستوى القمة والمستويات الوزارية والفنية المختلفة. منذ عام 2014 كانت تعمل مصر على توثيق علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة للتعاون المشترك، حيث تم تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، بالإضافة أيضا إلى آلية التعاون المصري الإماراتي الأردني. أما على الصعيد القاري، حرصت مصر على توزيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل مع كافة شعوبها، وذلك استنادا إلى الارتباط التاريخي والمصالح الاستراتيجية المشتركة، وبما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار لكافة شعوب القارة. أما أوروبيا، فشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية خلال الأعوام الماضية، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيارات الرئيس السيسي لعدد كبير من الدول أو على الصعيد متعدد الأطراف. وكانت آليات التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص كانت من أبرز أمثلة التعاون المثمر مع مصر. كما شهدت العلاقات مع تجمع دول فيشغراد مستوى متطور من الشراكة، وأصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر. إذن هي سياسة خارجية حكيمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية في التحرك الخارجي، تؤكد من خلالها مصر وهي على أعتاب الجمهورية الجديدة أنها كانت ولا تزال صانعة الاستقرار في محيطها الإقليمي بل وفي العالم بأسره.